يلا حبيبتي الغدا جاهز. مايسة ايه الموضوع؟ انا ملاحظه ان انت اليومين دول على طول قاعده لوحدك، يا بتسمعي موسيقى يا اما بتقري، وناسية يا مامي قوي كده؟ لا يا حبيبتي ابدا والله مفيش حاجه. مايسة انت في حاجه مخبيها عليا؟ انا لا طبعا يا حبيبتي. طب مش احنا اصحاب؟ طبعا. طب ممكن بقى حبيبه قلبي تجهز نفسها كده عشان نتغدى سوا، واوعي تقولي ماليش نفس. لا يا حبيبتي طبعا، بس لو هيثم هيتغدى معانا انا هتغدى معاه. خلاص يا حبيبه مامي هيثم هيتغدى معانا. هيثم. ايوه ماما. يلا حبيبي مش هتغدى انا وانت ومعيسى. لا انا مش عايز. يعني ايه مش عايز؟ ماما ارجوكي انا مخنوق مش طايق اتكلم مع حد. بعد اذنك. هيثم يا هيثم. ايه ده؟ انجي. الو. هاي انجي ازيك؟ لا 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 طمنيني بس انتي اخبارك ايه؟ لا لا انا مش في مود خالص ان انا اخرج يا انجي. طيب طيب خلاص خلاص ساعة كده وهكون عندك. خلاص يا انجي حاضر يلا باي باي. يلا حبيبة مامي عشان نتغدى. معلش يا مامي حقك عليا سوري انا مش هقدر اتغدى معاكم لان انا انجي كلمتني دلوقتي وعايزاني في موضوع مهم جدا ولازم اروح لها. معلش. ايه اللي بيحصل في البيت ده؟ هو عصبي وهي مش عايزه تتغدى مش فاهمه اي حاجه. شريف يا شريف يلا البرنامج بتاع انجي ابتدى يلا بسرعه. حاضر يا حبيبتي كنت بجيب الشاي من المطبخ. سيداتي انساتي ساداتي اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج مشوار نجاح. بلدنا مليانه بنماذج مشرفه من النجاح، قصص مليانة بالتعب بس في الآخر بتنتهي بنهاية سعيدة كلها أمل. وضيف حلقتنا النهاردة نموذج من النماذج دي. ضيفنا هو الباشمهندس حلمي عبد الموجود. الباشمهندس حلمي راجل مصري من الصعيد، بدأ من الصفر أو يمكن زي ما هو قال لنا كده من تحت الصفر. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا بيك يا فندم. إحنا عايزين حضرتك بقى تحكي لنا عن قصة كفاحك ونجاحك. مالك؟ انا كرة من حضرتك. انت شكلك تعبانه في ايه؟ مفيش حاجه. هو الضيف اللي في البرنامج ده اللي اسمه حلمي وبعد كده اتخرجت دفعتك ولا ايه؟ واشتغلت في مكتب مهندس مش عارفه بشبه عليه طبعا مع الوقت شبيه عليه وباذن الله شغالين. طيب تعالي اقعدي اتفرجي على بنتك بنتك زي القمر ولا لغيتها تجنن. انا كرة الصعيد وجيت من الصعيد خرجت كلية الهندسة وحققت 4 سنين وبعد كده اتخرجت واشتغلت في مكتب هندسة. لا يا حبيبتي ما تزعليش مني ما نقدرش على زعلك واصل. طب بقول لك ايه انا هشوفك بكره ان شاء الله واحكي لك على كل حاجه. يا ريح نفسك شويه هم البنات الناس في حالهم. هاي يا حبيبتي كيفك يا جدي؟ مع السلامة. مع السلامة. كيفك يا ولدي؟ ازيك يا جدي؟ كيفك يا دم؟ الحمد لله يا جدي. جرى لك ايه؟ الشغل واخدك منينا ولا ايه؟ بقالنا مدة ما شفناكش. اصله شغله صعب قوي يا جدي. شغله صعب؟ ربنا معاه. تعرف يا جدي اللي زي ادهم ده احسن حاجه له الجواز هو اللي هينظم له حياته. انا اتجوز؟ بقول لك يا عم سيف خليك في حالك ماكش صالح بيه. اخوك عنده حق يا ولدي انت لازم انت تتجوز. العيله مليانه بنات زي القمر. شاور انت بس وسيب الباقي علي. انا اتجوز من العيله يا جدي. وليه لا يا ولدي؟ ما حدش هيخاف عليك الا واحده من دمك. ياك انت فاكر انك ممكن تدخل علينا واحدة غريبة عن العيلة ونقول لك مبروك اكدب السهل. كلام جدك صح اوعى للحديد وانت ساكت. على عيني وعلى راسي يا جدي لما يون الاواني.
ميت ان شاء الله. يدهم انت اللي كدك معاهم عيال بيروحوا المدارس. فدي جدك عنده حد؟ ما خليك محضر خير ومال يا سيف، ان شاء الله كل شيء باوانه يا جدي. كل شيء باوانه. طيب خليك كده لحد ما يجي يوم تلاقيني قريت فتحتك من غير ما اخد رايك ولا حتى تعرف. لا احب على قدك يا جدي. الا دي الا دي اني هنجي العروسه وبعدين اقول لك يا جدي العروسه حي وتكون من عيله ويكون قريب. عايزين نفرح بيك يا ولدي. برضك في دي جدك عنده حد. ايه سكتي يعني؟ انا كنت متصور انك كنت متوقعه حاجه زي دي، خصوصا وان ده نهايه لشيء جميل بدا بينا. سيف بجد انا مبسوطه جدا بطلبك ده، بس ايه اللي بينا مش كفايه ان احنا نتجوز؟ ليه الحب مش كفايه عشان يعمل جواز ناجح؟ الحب مجرد عنصر من عناصر الجواز الناجح. ايوه بس اهمهم الحب. لا في حاجات كتيره جدا اهمها، الانطباع والفكر وكل حاجه. وكل الحاجات دي ما حسيتيش بيها في الفتره اللي فاتت؟ بصراحه لا يا سيف، ما تزعلش مني. انت عندك حق، انا اللي استعجلت شويه. سيف انا كل اللي طالباه منك مهله نعرف فيها بعض اكتر. مش يمكن يا سيدي اكون انا الزوجه اللي انت مش بتتمناها؟ طبعا جايز، كل شيء جايز. طب مش هتعزمني بقى على الغدا زي ما اتفقنا؟ لا معلش خليها مره تانيه، اصل افتكرت ان عندي شغل مهم. تعالي اوصلك. اتفضل. قوليلي بقى عجبتك مصر؟ حلوه قوي يا بوي، بس زحمه شوي. لا زحمه كتير، ما هو برضه شوفي عايش فيها كم مليون. بقول لك صحيح، ما تفتكري كده لو كنت عايزه اي حاجه نجيبها قبل ما نرجع؟ احنا لسه فاضل لنا 3 ساعات ونص على ميعاد الطياره. لا يا بوي كتر خيرك. ايه كتر خيرك دي؟ وانت مش بنتي برضو يا ندى ولا ايه؟ ده انا نفسي يا حبيبتي اشوفك اسعد عروسه في الدنيا. ايه يا ندى مالك؟ لا ابدا يا بوي مفيش حاجه، بس البنت اللي قاعده ورانا دي كانت زميلتي في الجامعه وانا كنت سابقاها بسنتين. البنت اللي قاعده مع الشاب ده؟ ايوه، وعشان كده مش عايزاها تاخد بالها علشان ما تتحرش يعني. بس يظهر عليها خدت بالها وهي اللي جايه على هني. ايه ده؟ ندى عبد الكريم؟ اهلا، ازيك يا شيماء؟ ازيك يا ندى؟ الحمد لله، والدي. اهلا يا بنتي. ازيك يا عمر؟ اهلا بيك. انا ما اعرفش انك جيتي القاهره. معلش اصلها زياره قصيره كده وراجعين النهارده ان شاء الله. ايه ده يعني مش هلحق اقعد معاكي؟ يا خساره، كان نفسي اعرفك على مامي. معلش المره الجايه ان شاء الله. اهي مامي جت اهي. يا مامي. ازيك يا سيدي؟ مساء النور. ندى كانت زميلتي في الجامعة وسابقاني بدفعتين. أهلا، إزيك يا ندى؟ أهلا، زي حضرتك؟ والدي أحمد عبد الجليل. أهلا وسهلا. أهلا بيك. بقولك إيه يا شيماء، ما تاخدي ندى وتروح تقعدوا مع سامح. حضرتك سامح مين؟ ده شاب متقدم لشيماء بنتي، وحبيت إن هي تقعد معايا علشان يعرفوا بعض قبل ما أخد القرار بالموافقة أو بالرفض. ندى يهمني قوي اعرف رايك فيه. اروح يا بوي؟ ايوه يا ندى، اذا كان كده مفيش مانع. اتفضلي اتفضلي يا هاني. اتفضلي. فرصه سعيده يا هاني. اهلا بيك. انا اصلي مش بحب اتدخل في حياه شيماء، علشان لما تتخذ القرار
يبقى على مسؤوليتها، مش كده احسن برضو؟ صح، احسن طبعا، لكن بحدود برضو، يعني بحدود. ما هو القرار لما يكون قرار عائلي يبقى احسن، ولا ايه؟ يعني بس الموافقه الاولى لازم تبقى منها، وبعد كده بقى تيجي الحاجات التانية، هي اللي هتتجوز وهي اللي هتبقى مسؤوله. فعلا، ولو ان برضو البنت لسه صغيره، يعني محتاجه اللي يوقف جنبها علشان يساعدها في اتخاذ القرار، ولا ايه؟ مظبوط. عارف انا يوم ما اتجوزت وانا تقريبا في سن شيماء بنتي. يا معقول؟ وانا فعلا بقول ان يعني شكل حضرتك مش باين انك مامتها. اشكرك. انا اتجوزت زميلي في الكليه، كان هو في بكالوريوس وانا كنت في سنه تانية. صحيح انا كنت صغيره قوي وما اقدرش اتحمل مسؤوليه بيت وعيله، لكن تصور التجربه نجحت وكانت اسعد ايام حياتي. كانت؟ ايوه، والد شيماء اتوفى وهي عندها 10 سنين، وانا من ساعتها بقيت ليها كل حاجه، ام واب واخت وصديقه. وحضرتك ما اتجوزتيش بعد كده؟ الحقيقه لا، انا خلاص خدت نصيبي من الدنيا وعايشه دلوقتي لشغلي وبنتي وبس. مع ان يعني حضرتك لسه صغيره. هو انت عندك عريس ليا ولا ايه؟ لا مش القصد، بس ولو ان يعني حضرتك نجي وبس، وانا متاكد ان 1000 راجل يتمنى. اشكرك، بس انا بصراحه بقى خلاص اتجوزت الدنيا، فضلت ابقى لوحدي، كل همي دلوقتي اني اطمن على بنتي. ربنا يطمنك عليها. يا ترى حضرتك بتشتغلي ايه؟ انا عندي شركه ديكور صغيره بسلي نفسي فيها، وانا اللي بفرش شقه شيماء يعني، بس كله هيبقى على ذوقها في الاخر. هو انت مش بتقولي انها لسه ما وافقتش على العريس؟ ولو لازم فرش بيتها يبقى على ذوقها علشان هي اللي هتعيش فيه. مش حضرتك برضه هتعمل كده مع بنتك؟ ايوه ايوه طبعا طبعا. وندى مخطوبة؟ ايوه امال، ما هو احنا نازلين القاهرة علشان نشتري لها شوية حاجات لجهازها يعني. ألف مبروك. والعريس بقى يا ترى قريبكم ولا زميلها؟ لا العريس قريبنا من العيلة. ولو إن أنا ما بفضلش جواز القرايب، إنما بقى يعني واضح إن الحكاية جت معاها عن حب، صح؟ تقدري تقولي تفاهم أكتر منه حب. يعني هي اللي اختارته؟ كلنا اخترناه معاها. ربنا يوفقها. شكل قوي. ايه يا ندى؟ مش يلا يا ابوي ميعاد الطياره جرب. ايوه ايوه يلا يا بنتي. طيب نستأذن يا هاني، احنا حصل لنا الشرف يا علا. حصل لنا الشرف يا علا هاني. انا اللي اتشرفت بمعرفتك يا استاذ احمد، وعلى فكره احنا مقيمين هنا في الاوتيل، يعني ممكن لو جيت مصر وعديت هنا هنتقابل اكيد. ان شاء الله ان شاء الله. ندى ما قلتليش رايك ايه في سامح؟ كويس، ربنا يوفقك. يا رب يا حبيبتي. وانتي كمان مبروك، انا سمعت اخبار حلوه من بابا. الله يبارك فيك. مش يلا يا ابوي؟ ايوه يلا 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 يا حبيبتي. طيب بالاذن يا علا هاني. ولا واني كنت اتمنى ان انتوا تقضوا اليوم معانا النهارده. والله انا راخر كنت اتمنى، بس لسه هنروح البلد وبعدين هننزل لوكسور عشان نشوف بقيه الولاد. الله صحيح، ما تجيبي العروسه ونشوفكم في لوكسور ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بالاذن يا هاني. مع الف سلامه. السلام عليكم. يلا يا ندى يلا. باي يا ندى. ما تعرفش والله يا حب حالتها بقت ازاي، انا خايف عليها قوي. شده وتزول ان شاء الله يا عصمة بيه. اسمع منك ربنا يا رب. مساء الخير.
خير يا عم. رنا كيفك بنتي؟ اسمعي لي اسمك بيه اخذ بنت في كلمه دياي. تفضل تفضل. تفضل يا عم. دلوك يا بنتي لما حد يسيب عندك أمانة يرجع ياخدها تزعلي مني؟ لا يا عم. ولما ربنا اللي خلقنا وجعلنا أمانة ياخدها وقت ما هو عايز تعترضي على حكمه؟ أبدا يا عم. أنا خابر يا بنتي إن الفراق صعب خصوصا لما يكون فراق الضنا ألمه يبقى واعر قوي خابر بس لازم نثبت إننا مؤمنين بإرادة ربنا وما نعترضش عليها. عيطي عيطي يا بنتي لو كان يريحك بس لازم تعرفي إن ولدك دلوك في دار الحق ترك دار الباطل اللي احنا عايشين فيها. مش قادرة اصدق يا عمي ان انا مش هشوفه تاني. كنت عايشة على حلم ان انا اشوف ابني واضمه. الحلم ده راح يا عمي راح. مين قالك ده؟ لا هنتقابل بس احنا اللي هنروح له. اسمع يا نهى على قد ما تقدر يا بنتي اقري قرآن وعلى قد ما تقدري زكي على روحها. حاضر يا عمي حاضر. استغفر الله العظيم. المرة الجاية ان شاء الله عايز اشوفك نهى اللي انا خبيرها زين. عارف انه صعب لكن كل شيء بيتولد صغير وبعدين بيكبر إلا الحزن بيتولد كبير وبعدين بيصغر. قوم يا بنتي قوم اقعدي مع أبوك وأمك أكتر ناس حاسين باللي بيكي. قومي. حاضر يعني عن إذنك. ربنا يصبرك يا بنتي. انا النهارده عندي شغل كتير قوي قوي. يعني تتاخري يا حبيبتي؟ مش عارف بس ان شاء الله اوصل قبل ما انت تيجي. صباح الخير. صباح الخير يا ماما. ايه يا ماما ايه اللي انت كويس؟ تمام. صباح الخير بابا. صباح الخير يا جوج. اخبارك ايه يا احلى ام في الدنيا؟ يبقى شكلك كده عايزه تقولي حاجه. انت على طول فهماني كده؟ يا ترى دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ والله مش عارفه بالظبط. استنى يا بابي ما تتوهنيش. بصي بقى ست الكل انا عايزاكي تتعطفي عليا وتشرفيني وتنوري البرنامج بتاعي. لا 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 اطلبي مني اي حاجه غير البرامج دي. ليه بس كده يا مامي؟ كلمها والنبي يا بابي. ايوه اقنعي بقى باباكي ان هو اللي يطلع معاكي في البرنامج. طبعا هستضيفه بس اليومين دول انا عامله الحلقات للمهندسين بس. انت مش شفتي المهندس اللي طلع معايا الحلقه اللي فاتت؟ اه شفته. امال مش موافقه ليه بس يا مام؟ كلمها يا بابي قول لها. صحيح ليه لا يا نهى؟ ترى ايه بقى؟ حتى انت الشريف. وفيها ايه يا حبيبتي؟ ما تروحي مع بنتك. خلاص يا ستي هاجي معاكي ده عشان خاطرك انت بس عشان خاطر بابي. ربنا يخليكي ليا يا رب. همشي انا بقى عشان ما اتاخرش. خلي بالك على نفسك. حاضر. انجي. ايوه بابي. مش ناوي يا حبيبتي تروحي تزوري جدتك وتطمني على صحتها؟ جدتي؟ اه طبعا هزورها اكيد. انا عارف انك ما بتنسجميش معاها بس دي جدتك برضه وبعدين دي امي. حاضر يا بابي هخلص شغل واطلع عادي عليها. ربنا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. ولا منك يا حبيبي. باي باي. مع السلامه. سيف طلبك دي كان مفاجاه بالنسبه لي.
بس يا رب تكون مفاجأة صارت. طبعا صار يا سيف، بس أرجوك اديني فرصة أفكر. بذمتك وحياة غلاوة جدك عندك، مش ده اللي ضار بالظبط؟ والله يا ابني زي ما يكون كنت قاعد معاه. يا ابني الكلام ده بقى موضة قديمة خلاص، من أيام الأفلام الأبيض وأسود. يا ابني ده حاجة، الجواز ده عمر هنعيشه سوا. طب أنت بتحبها؟ طبعا. وهي بتحبك؟ أكيد. طب بقول لك إيه؟ اخطف البنت دي وخدها على جزيرة لوحديكم بعيد عن عيون الناس. أهو أنت كده. الواحد ما ياخدش منك لحج ولا باط. يا ابني أنا بتكلم بجد. هو الواحد بيقابل كم مرة حب حقيقي في حياته؟ أنت بالذات ما تتكلمش عن الحب. الحب ده سيبه للناس اللي تحس بيه. وأنا لا ليه يا عم أنت؟ ليه؟ وأنا ما عنديش قلب. طب أنت عارف يا سيف؟ والله العظيم وحياة غلاوتك عندي يا شيخ، أنا نفسي ألاقيها بالواحدة بجد، أحبك وتحبني وأقول لها بحبك من قلبي. نفسي أصدقك ولو مرة واحدة في حياتي. اسمع كلامي يا سيف يا أخوي، البنت دي لو بتحبها وبتحبك بجد امسك فيها بيديك واسنانك، بس هي تعرفك بجد؟ يعني هو ده الخوف. ليه بقى ان شاء الله؟ لانها لو عرفتك بجد عمرها ما هتبص في وشك. والله ما انا سعيد. اهلا وسهلا يا اسا ميسر، تشرفنا. اهلا بيك. وحضرتك بقى بتشتغل مذيع في التلفزيون؟ ايه ده، انت ما قريتيش اسمي على اي تتر برنامج قبل كده؟ فكري رشوان. لا والله في الحقيقه ما حصليش الشرف. يا فكري انت مش هتعزمنا على حاجه ولا ايه؟ اه طبعا تتأمري. جرسون تحت امرك يا فندم. تحبوا تشربوا ايه بقى؟ اللي انت تختاره. والانسة؟ اي حاجة. ثلاثة عصير برتقال. تحت امرك. والانسة ميسة بقى بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في شركة بابايا، شركة للسياحة. هايل. بس متهيألي بعد الاحداث الاخيرة اللي حصلت في امريكا ودول العالم يعني السياحة ما بقتش قد كده اليومين دول، ولا ايه؟ مظبوط صح. ايه ما قلتليش اخبار الفيلا ايه؟ الفيلا؟ الفيلا الحمد لله. اصل فكري اتعددت الفيلا بتاعتهم لحريقة فظيعة، بس الحمد لله لحقوها. والله؟ طب الحمد لله. وفيلتك بقى دي فين؟ فيلا؟ في المعادي. ها يعني عجبتك؟ عجبتني قوي قوي يا ست انش. ولا الحلقة يا اختي اللي كان الراجل فيها ماسك وعمال يقطع في عياله يا اختي، صعبوا عليا. فعلا كانت حلقة صعبة قوي. سيبك انتي، بس انتي كنتي قمر يا اختي على الشاشة. سيبك انتي. ده ايه يا مصطفى؟ احنا هنقعد نرغي ولا ايه؟ يا ست نوال روح شوفي اللي وراكي. يعني بلاش ارحب بيها يا ست نوال. يلا يلا شوفي اللي وراكي. بعد اذنك يا ست انجي. طيب ازيك يا بنت نهلة؟ ايه بنت نهلة دي يا تيتا؟ هو انا مش بنت شريف ابنك برضو ولا ايه؟ الله، ومالك زعلتي قوي كده ليه؟ لا ابدا ما زعلتش ولا حاجه. طب اشربي العصير. حاضر. انت خبره بحبك من ميتة ولا لا؟ انا مش مصدق نفسي ان احنا خلاص هنتجوز. وانا كمان مش مصدقه نفسي ان احنا هنتجوز. من قلبك يا دكتوره؟ من قلبي. يا ابوي يا ابوي. خبر ايه يا جدتي؟ جرعتيني. جرعتك؟ كنت بتقول لها ايه وقالت لك ايه؟ يعني هكون بقول لها ايه؟ كنت بتحدد وياها خطيبتي يا جدتي. خطيبتك؟ طب غور من وشي وما تعتبش الدار دي الا ومعاك امك. لا مش من قلبك يا جدتي. مش من قلبي؟ طب يلا يلا قدامي. طب اقول لك. ما تقولش حاجه يا جدتي. ما تقولش حاجه. ما تجيش الدار انا معاك امك. يلا يا ولد. نفس السلاح اللي قتل ابويا الغريب.
يعني المطاريد هما اللي قتلوه؟ ايوه محي، ابعت لي الحرز بتاع القضيه اللي بعتها لي دلوقتي، وبسرعه بسرعه قوي. مع السلامه. انا هيثم يهمني، بس انا بحس انه اخويا مش اكتر من كده، عشان كده كان لازم اصدمه عشان يفوق. ما تزعليش مني يا ميسة، انتي بنت وتحسي مشاعري دي قوي. عموما لما يتصدم في البداية احسن لما يصدق الكذبة. قوليلي بقى انتي ايه اللي مش عاجبك في فكري؟ بصي بقى يا انجي كده ومن غير زعل، هو كله كده على بعضه مش عاجبني، وبعدين انا في حاجة جوايا مخلياني مش حاسة بيه، وحاسة ان هو بيمثل عليكي. حرام عليك يا ميسة، ده انسان كويس قوي وبيحبني. انجي، هو قالك ان هو بيحبك؟ قصدك ايه؟ لا انا ما اقصدش حاجة، بس عموما الايام هتثبت لك كل حاجة. ولو عايزة نصيحتي يا انجي بجد، ما تتسرعيش معاه في اي خطوة ايجابية في علاقتكم مع بعض. كلامك ده بيخوفني يا ميسة، انا مش عارفة انت ليه احساسك تجاهه بالشكل ده. في مثل زمان كانت جدتي الله يرحمها كانت بتقوله، حرص ولا تخون، وانا مش طالبة منك غير بس انك تكوني حريصة وانك تخلي بالك من نفسك يا انجي، وده الطبيعي، ومع الايام بقى تثبت لك اذا كان هو كويس ولا لا. ما كانش ليه لازمة واصل، تتعب روحك وتاجي لحد هني. هتعب لعز منيك يا حجة. حسب ايه يما؟ وجع في راسي ما يبطلش. لازم نشيع للدكتورة ندى عشان تاجي تشوفك وتطمنا عليك. اللي تشوفيه يا بنتي. أنا حنادم على جابر يشيع لها حد من الغفر. اتفضل يا حجة. تسلم يدك يا بنتي. ايه يا حجة؟ عجزت ولا ايه؟ هناخد زماننا وزمان غيرنا. اهي ايام يا حجة بدرية بنقضيها وهتخلص. بعد الشر عليكي يما، ما تقوليش كده واصل. مش هي دي سنة الحياة يا بنتي؟ ويعني انا حاجة اغلى من اللي راحوا. ما تفضيها سيرة يا ام العمدة، ولا عايزة تعرفي غلاوتك عندينا؟ جابر حيروح للشيخ عبد الجليل، وهو راجع حيجيبها معاه لهني. هو ده اللي حصل، وانا قلت اجي اخد مشورتك قبل ما نعمل اي حاجة. تعيش يا ولدي. شوف يا عمدة، انا معاك في اي حاجة تعملها لمصلحة النجاة، لو كان المشروع اللي انت ناوي عليه ده في صالح الناس اتكل على الله ونفذ قوام. ما قلت ليش كيف حال امك دلوقتي؟ والله لسه بعافية يا عم، وانا جاي اخد الدكتورة ندى عشان تكشف عليها وتطمن. دلنا الدكتورة ندى يا بنتي. حاضر. خير يا جدي؟ ازيك يا خالي؟ لا مؤاخذه ما خدتش بالي. يا اهلا وسهلا، ازيك يا دكتورة؟ الحمد لله. جدتك بعافية شوية، روح مع خالك اعمل اللازم وطمنين عليها. حاضر يا جدي، دقيقة واحدة وراجع. تفضل. ما انتي زي الفل ها؟ امال قلقانة عليكي ليه؟ جدتك مالها يا بنتي؟ بخير يما والحمد لله. هي بس ضغطها عالي شوية ومحتاجة تمشي شوية على علاج الضغط، وبعد كده هنشوف لك عريس يا بطة علشان تخفي وتبقي زي الفل. اختش يا بنت. هات اسم الدواء عشان يشيعوا نجيبوه من المركز. تفضلي يا مدخل. جدتك زينة صح يا بنتي؟ زي الفل والله يما، ما تقلقيش عليها انتي بس. هيا يا بطة، عايزة عريسك يبقى شكله ايه؟ مالك يا مامي قلقانة كده ليه؟
انا مش عايزاكي تقلقي من اي حاجه، معاكي مذيعه جامده جدا. انا واثقه من كده. اهلا وسهلا يا غنى. اهلا وسهلا. فكري رشفان المخرج. اهلا اهلا. ايه الاخبار؟ جاهزين؟ جاهزين. طب اتفضلي. اتفضلي. يلا يا ماما. يلا يا سيف، انت من اكفئ الضباط اللي تم اختيارهم للمهمه ديت، ارجو ان هي تكلل بالنجاح ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. عايزك تكون جاهز انت ورجالتك لمهاجمه الجبل. الملف اللي انا اديتهولك فيه كل المعلومات اللي احنا قدرنا نحصل عليها، لكن شويه تكثيف اكتر للمعلومات من ناحيتك. الخطه دي احتمال الفشل فيها 1% فقط. ان شاء الله هنقوم بالمهمه على اكمل وجه. اتمنى ذلك. ربنا معاك. ان شاء الله هنوضع خطه وهننفذها، وهنقبض على كل المطاريد اللي في الجبل. ده امل حياتي من زمان. موفق يا سيف. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. 1 2 3. ايه الاخبار كده؟ اوكي كده يا استاذ ايمن. تمام. اوكي اوكي. نورانا يا مدام نهرة. ميرسي ميرسي قوي قوي. جاهزه يا انجي؟ جاهزه. خلاص يا جماعه ستاند باي. اوكي اتفضل. عشان انتي على لحم بطنك. عادي ماليش نفس. عشان خاطري. ماليش نفس وحياتك عندي. عشان خاطري عشان خاطري لقمه صغيره بس. طيب اتعلي معايا بس لقمه صغيره وخلاص. حاضر. تمام؟ حاضر. يلا. يلا يا قمر واحنا بناكل كمان هنتفرج على التلفزيون وهنلاقي فيه حاجات حلوه قوي. كل بقى كل عشان خاطري. فتحنا التلفزيون اهو بنتفرج. يلا يا حبيبي. اهلا سلموني حاصله على دكتوراه في الهندسه المعماريه بدرجه امتياز مع مكتبه الشرف. انا عايزه اقول لك حاجه مختلفه جدا. اسمحي لي بقى. يلا البدايه كانت ازاي؟ ويا ترى مالك يا ابله سعيده؟ النجاح ده ولا كده من ايه يا ام سعيده؟ ساعديني. اهدي بس. في ايه؟ ساعديني. اساعدك في ايه؟ ساعديني يا ام. البس. تقومي تلبسي تروحي فين؟ لبسيني. ما البسك تروحي فين يا ام سعيده؟ انت مش قادره تدوسي على رجلك يا ام سعيده. لبسيني. لازم اوصل مشوار مهم. مش هينفع يا ام سعيده. لازم يا حبيبتي. عشان خاطري يا ام سعيده. اهدي بس. اهدي بس. اهدي بس. البرنامج كان حلو فعلا يا عمي. انا هكلم انجي واقول لها ان هي مذيعه شاطره جدا. طب بدل ما تكلمها بقى ما تيجي تقعد معانا شويه. بصراحة بقى احنا قلقانين عليك، يعني مش عاجبنا عادتك لوحدك الفترة دي كلها. يا ابني انا ربنا ما يحرمنيش منكم، انا عارف شعوركم ومقدره كويس قوي، بس اقول لك ايه، انا مرتاح كده. بكرة لما هتكبر وتوصل لسني هتحس انك مفيش حاجة جديدة. عشت كل حاجة ولفيت وسافرت، مفيش حاجة جديدة هتشوفها تاني. يعني أنا عايز أعيش هنا، مش أكتر من الذكريات. مش فاضل لي في الدنيا غير الذكريات اللي باقية لي، وأنا عايش في البيت ده وذكرياتي مع الولاد الرئيفة. أنا مقدرش أبعد عن هنا وأعيش هنا وأموت هنا. ربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا عمي. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. أنا فاهم ومقدر كل اللي حضرتك بتقوله، بس على الأقل تيجي تزورنا يومين في الأسبوع وبكده مش هناخدك من ذكرياتك ولا إيه؟ قولي أخبارك إيه في لعبة الطاولة؟ يعني مش قوي، مش حريف يعني. طب تعالى نلعب 10 طاولة. إيه يا عمي؟ مالك؟ أنت رحت مني فين؟ لا أبداً، أصل افتكرت رهيفة. كنا دايماً نلعب طاولة مع بعض، وكانت دايما تقول لي لا يا عم انا مش هلعب معاك انت.
دايما بتخدمني. تعيش وتفتكر يا عمي. طب انا مش عايزك تقعد تفتكر بقى الحاجات اللي بتضايقك دي، قول لي فين بقى الطاوله عشان اقوم اجيبها. انا مش عارف، زينب هي اللي عارفه مكانها. قوم هات يا حبيبي. طيب بعد اذنك يا عم. اتفضل. انا غلطت في حق الست دي غلطه كبيره قوي، وعايزاكي تروحي لها الشركه اللي قالت عليها في البرنامج. حاضر يا ابله سعيده، بس هروح لها ازاي وهجيب عنوانها منين وهقول لها ايه؟ اتصرفي يا عطيات، قولي لها ان ابنها عايش. انا ام وعارفه يعني ايه ام تتحرم من ضناها، خصوصا بعد عيالي ما سابوني وكبروا. الله يخليك يا عطيات. والنبي قبل سعيده ما تعملي في نفسك كده، يعني هو انا مش زي بنتك ولا ايه؟ زي بنتي واكتر يا حبيبتي، ما تتصوريش انا بحبك قد ايه، بس اوعي ما تروحلهاش، دي وصيتي ليك يا عطيات. هروح لها ما تقلقيش يا ابله، هروح لها. ريحتي قلبي، الله يريح قلبك. انا كنت فاكره ان التصوير ده حاجه سهله، مذيع وضيف يقولوا كلمتين وكان اللي هو بيسر عليهم، لقيته حاجه صعبه موت. عشان تعرفوا بقى احنا بنتعب قد ايه. على فكره انا اتفرجت على البرنامج مع عمي فوزي. والله بجد؟ اخبار خير الحمد لله، بعت لكم السلام. الله يسلمك. بس ما قلتليش بقى يا سي بابي، ايه رايك في البرنامج؟ عايزاني اقول لك ايه يعني؟ برنامج في التلفزيون اللي بتقدمه بنتي والضيفه اللي فيه مراتي روح قلبي، يبقى احلى برنامج في الدنيا طبعا. يا رايقة الف ليلة وليلة. ده مين بقى اللي مامته ده عياله ده؟ لا ابدا، دي واحدة زميلتي في التلفزيون، هبقى اكلمها لما اخلص. ما قلتليش يا شريف. نعم يا حبيبتي. اخبار بابي ايه؟ بخير الحمد لله. هو لسه برضه مش عايز يجي يعيش معانا؟ لا يا حبيبتي والله انا فتحته في الموضوع، بس هو مصر، بس وعدني انه هيجي يقعد معانا يومين في الاسبوع. يا ريت يا ريت يا شريف. الو، انا اسفه اني قفلت عليك. اسكت، ده انا دمي نشف لما اتصلت وبابي ومامي قاعدين، ما كنتش عارفه اقول لهم مين اللي بيتكلم. اصلي بصراحه مش متعوده اكدب عليهم ولا اخبي عليهم حاجه، علشان كده بقى انا لازم اعرفك بيهم وتقول لهم انك بتحبني وعايز تتجوزني. وفاء، كنت رايح على فين يا وفاء؟ يقص عليك يا وفاء، يقص عليك يا بنتي. بقى دي المكافأة اللي بتديها لابوكي اللي رباكي وعلمك ومحاربكيش من حاجة؟ سامحني يا بابا، ما لقيتش قدامي حل غير ده. ويا ترى بقى زميلك أيمن موافق عنك تهربي من دار أهلك زي الحراميك دي؟ لا يا بابا لا، أيمن مرضيش إني أهرب معاه، ده أنا كنت رايحة أقعد يعني عند صاحبتي إيمان كام يوم لغاية لما أعصابي تهدى و... وإيه؟ تحطينا قدام الامر الواقع عشان نرضى على جوازكم. لا يا وفاء، انت فاهمه غلط يا بنتي. البنت عشان تتجوز لازم تخرج من دار اهلها معززه مكرمه، وده يديها قيمه بين اهل جوزها مش تهربك ده. اعمل ايه يا بابا؟ ما هي ماما رافضه الموضوع ومش موافقه على جوازي من ايمن. يا بنتي انت لو متمسكه بيه انا حاجه في جنبك. طب وحكايه الاستاذ حسن جارنا ده؟ حتى لو ما اتجوزتيش ايمن انا مش هجوزك لحسان، انا مش هبيع بنتي على اخر الزمن. بجد يا بابا؟ طبعا بجد. يلا خش اوضتك يا بنتي، خش اوضتك واقعدي تفكري في الموضوع ده تاني. حاضر يا بابا. وفاء. نعم يا بابا. لازم تعرفي ان انا زعلان، يعني لو كانت راحت عليا نومه محدش كان يعرف ايه اللي هيحصل. سامحني يا بابا. مسامحك يا بنتي، خش اوضتك كملي نومك وبكره ربنا يحلها. تصبح على خير يا بابا. وانت من اهل وفاء. ربنا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه.